أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. في المستهل تشهد الجزائر ديناميكية متسارعة على أكثر من صعيد بفضل الإصلاحات الشاملة المنتهجة منذ تولي السيد رئيس الجمهورية سدة الحكم. الإصلاحات جعلت من الجزائر قوة اقتصادية على عهد التطور والبروز وتصويب الجهود للانضمام إلى أكبر مجموعة اقتصادية لمواجهة التحديات الكبرى. المزيد مع حورية جرجارة. عكس مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في بحر هذا الأسبوع التوجهات العامة المستشرفة لآفاق جديدة وواعدة للجزائر تخطو بخطوات ثابتة مسار برنامجها التنموي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي. وبشهادة المتتبعين والمراقبين فإن رصد غلاف مالي يفوق 96 مليار دولار لميزانية 2023 ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يحمل في طياته مؤشرات إيجابية ستواجه بها الجزائر تحديات السنة المقبلة الجديدة عبر برامج تمتد إلى غاية 2025. الدفع بالنمو الاقتصادي بتحسين القدرة الشرائية للمواطن ورفع الأجور ومنح البطالة والمتقاعدين وتشجيع الاستثمار عن طريق تقديم تحفيزات أكثر للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، كلها عوامل حرص الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على توفيرها ضمن الطموحات التي تصبو إليها الجزائر لتحقيقها على خلفية التوازنات الجديدة والصراعات الجيوسياسية التي خلفتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية. عصرنة الفلاحة والتوجه نحو الرقمنة والتجديد مشاريع الاستكشاف الطاقوي ودعم الطاقات الجديدة والمتجددة دعائم اقتصادية وتكنولوجية تجعل الجزائر ترسم معالم تموقع في خارطة النمو العالمي، وذلك بالنظر إلى الرهانات الاقتصادية العالمية والتي تلعب فيها الجزائر دورا محوريا بصفتها شريكا طاقويا هاما في الفضاء المتوسطي. هي استراتيجية براغماتية تمهد الطريق للالتحاق بالكبار والسعي نحو الانضمام إلى تكتلات عالمية على غرار مجموعات البريكس. ووسط هذه الرهانات تتطلع الجزائر بنظرة استشرافية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون تجعل من سنة 2023 محطة واعدة.